قانا افتتاحات إيجابية اليوم في أولى تداولات هذا الأسبوع وأولى تداولات النصف الثاني من العام بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها مؤشرات وول ستريت يوم الجمعة، وأيضا الارتفاعات السعرية القوية في قطاع النفط، وأيضا افتتاح السوق السعودية يوم أمس مع ارتفاعات تقترب من 2%. رأينا مؤشر دبي يتصدر قائمة المؤشرات الأكثر ارتفاعا اليوم، يسجل ارتفاعات ب1% ليعود ليتداول فوق مستويات 1460 نقطة. أيضا ارتفاعات في مؤشر أبوظبي بحوالي نصف %، مؤشر الكويت يرتفع ب14%، وسوق مسقط حتى الآن تداولات شبه أفقية مع ارتفاعات طفيفة بحوالي 10%. ها هي الأسهم الأكثر نشاطا في سوق دبي اليوم. نتابع سهم الوطنية للتبريد يتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطا حوالي 3.14%. شركة تمويل تسجل ارتفاعات ب2.16%. ولاحظوا من الأسهم الأكثر نشاطا قطاع التطوير العقاري وقطاع المقاولات، نشاهد سهم ديار على هذه اللائحة بالإضافة إلى سهم أعمار يعود ليتداول عند مستويات 2.86 أو أربتك القابضة عند نفس المستويات السعرية مثل أعمار، ويسجل ارتفاعات ب1.14%. إذا سهم الديار يتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا. أيضا على هذه اللائحة نشاهد بيت التمويل الخليجي يسجل ارتفاعات ب4%، وسهم سوق دبي المالي الذي يستفيد من هذه الارتفاعات اليوم في السوق 2.13%. السهم يتداول قرب مستويات الدرهم، تفصله فقط 4 فلوس عن هذه المستويات. مؤشر أبوظبي نتحدث عن ارتفاعات بحوالي 12 نقطة، المؤشر يقترب من مستويات 2500 نقطة. نتابع سهم اتصالات الذي كان أحد الأسهم القيادية الضاغطة على المؤشر طوال جلسات التداول الأسبوع الماضي، اليوم يعوض بعض هذه الخسائر، نتحدث عن ارتفاعات ب13 فلس أو 1.14%، يعود ليتداول عند مستوى 9.32 دراهم. أيضا نتابع سهم صروح العقارية يتداول فوق مستويات الدرهم ب4 فلوس خلال تداولات اليوم، وسهم الدار أيضا يسجل ارتفاعات ب1.18%. الفرق السعري بين السهمين والشركتين بالطبع تدرسان عملية الاندماج، أصبح الفرق السعري حوالي 9 فلوس. دانا غاز على ارتفاع ب2.17%، وأيضا رأس الخيمة العقارية تسجل ارتفاعات بأكثر من 3%. مؤشر الكويت 15 يتداول عند مستويات الثبات، ومؤشر الكويت الوزني يتداول عند أو على ارتفاع ب27 نقطة. بعض الأسهم القيادية التي نتابعها اليوم الساحل التنمية والاستثمارات الوطنية، عليهما ارتفاعات مقابل ثبات على شركتي أجيلتي والصناعات الوطنية، والأسهم الأكثر نشاطا اليوم في سوق أبوظبي أيضا بيت التمويل الخليجي بالطبع المدرج في كل من أسواق البحرين الكويت ودبي، يسجل يتصدر هذه القائمة بارتفاعات 4% بالإضافة إلى الصفوة منازل القابضة، كل هذه الأسهم المضاربية وأبيار من بين الأسهم الأكثر نشاطا في السوق الكويتي، وتسجل ارتفاعات على مدى الجلسات الماضية في ظل عزوف المستثمرين عن الأسهم القيادية. سيكون لنا عودة لتجديد هذه الأرقام وافتتاح باقي الأسواق الخليجية تباعا، ولكن مرة أخرى إلى سارة ومحمد. إذن ارتدادات قوية في أغلب المؤشرات الخليجية في أولى أيام تداولات هذا الأسبوع وأولى أيام تداولات النصف الثاني من عام 2012، كما تشاهدون السوق القطرية تتصدر قائمة المؤشرات الأكثر ارتفاعا، ترتد عن أدنى مستوى كانت قد أغلقت عنده يوم الخميس في 8 أشهر، وبعد 4 جلسات متتالية من التراجع نتحدث اليوم عن ارتفاعات تفوق 1%. أيضا السوق الكويتية التي كانت قد أنهت جلسة تداولات الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى لها في 6 أشهر تسجل ارتفاعات اليوم 13%. سوق دبي تحافظ على أغلب المكاسب التي حققتها في بداية الجلسة 18% من الارتفاع، وارتفاعات تدريجية في مؤشر أبوظبي الذي كان الأسوأ أداء الأسبوع الماضي 0.5% من الارتفاعات. في المقابل السوق مسقط الوحيدة حتى الساعة التي لا تلحق بالارتفاعات التي شهدتها الأسواق الخليجية اليوم، السوق السعودية يوم أمس، وكل الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي. نبدأ مع السوق الكويتية الآن، نلاحظ بعض التحركات على سهم أجيلتي يتراجع ب1.13% مقابل ارتفاعات على الاستثمارات الوطنية. أمازون الكويتية فتسجل أو تتداول عند مستويات الثبات عند 740 فلس. الارتفاعات في السوق الكويتية الآن تشهد بعض الضغوطات من التراجعات في القطاع البنكي الذي عكس اتجاهه في الدقائق الأخيرة من جلسة تداولات اليوم، نلاحظ التراجعات والضغط على بيتك الذي كان يتداول عند مستويات الثبات. بنك بوبيان والكويت الدولي أيضا نتحدث عن تراجعات تفوق 1%، ولكن السهم القيادي الكويت الوطني يدعم مؤشر قطاع البنوك ومؤشر السوق الكويتية بشكل عام، يمنحهم من المزيد أو يحاول الحفاظ على المكاسب بارتفاعه ب2%. مؤشر قطر كما ذكرت
لاحظوا أغلب الارتفاعات حدثت في الدقائق الأولى من جلسة التداولات، والمؤشر الآن يحاول الحفاظ على هذه المستويات. نلقي نظرة على الأسهم القيادية في سوق قطر، تحديدا سهم صناعات قطر يسجل اليوم ارتفاعات ب 2.18%، كان قد شهد تراجعات حادة خلال الأسبوع الماضي، أنهى يوم الخميس عند أدنى مستوى له في عام 2012 عند مستويات 125 ريال، متأثرا بالتراجعات الحادة التي شهدتها أسواق النفط على مدى الأسابيع الماضية. كيوتل أيضا من بين الأسهم التي نتابعها، سنلقي نظرة عليها بعد قليل، ولكن نلقي نظرة على أسهم قطاع البنوك الداعم اليوم أيضا لمؤشر السوق القطرية. لاحظوا ارتفاعات على كيو أم بي الدول الإسلامي، مصرف الريان وقطر الإسلامي. كيوتل إذا نتحدث عن ارتفاعات ب 2%، أيضا يوم الخميس الماضي كان قد أغلق عند أدنى مستوى له منذ 4 أشهر عند 103 ريالات ونصف. نتابع سهم كيوتل على خلفية صفقة استحواذه على سهم الوطنية للاتصالات سريعا إلى مؤشر دبي، 18% من الارتفاع، الدعم من الأسهم في القطاع العقاري، الاتحاد العقارية تحديدا 1.5% من الارتفاع، تواصل ارتفاعها بعد أن أنهت جلسة يوم الخميس على ارتفاع ب 6%، وسط تداولات 11 مليون سهم أي استحوذت على تقريبا 25% من إجمالي التداولات، واليوم أغلب الأسهم في القطاع العقاري تدعم ارتفاعات المؤشر. على العموم سيكون لنا عودة بعد حوالي النصف ساعة لتحضيرات افتتاح السوق السعودية، ولكن مرة أخرى لك نادين.